وصورة. عضو خلية الأزمة النيابية دكتور حسن خلاطي، بداية مرحبا بك سيد خلاطي في حصاد هذه الليلة عبر الرشيد. بداية، العراق سجل قرابة 3500 إصابة اليوم، وحالة الشفاء فاقت الإصابات. كيف تقيمون أنتم يعني لجنة برلمانية الواقع الوبائي في البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيتي لكم في البداية ولمشاهدي قناة الرشيد. أهلا بك. الواقع أنه منذ أكثر من 3 أسابيع ونحن نتابع المسألة المتعلقة بالتوازن الحاصل بين عدد الإصابات وحالات الشفاء. اليوم يعني بصراحة أكثر من 3 أسابيع، ربما تجاوزنا الشهر. هذه من ناحية هي حالة إيجابية واضحة، تعطينا عدة مؤشرات. المؤشر الأساسي أنه هناك سيطرة نوعا ما من قبل مؤسساتنا الصحية على الحالات الوبائية. هذا التوازن بين المدخلات يعني عدد الحالات الداخلة والمخرجات عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء هو مؤشر إيجابي، لكن نؤشر أنه هذا التوازن هو يأتي في ظل ارتفاع واضح في أعداد الحالات. لازلنا في حالة توازن قلقة. توازن قلق لماذا؟ لأننا اليوم يعني نتحدث عن إصابات بالآلاف، في نفس الوقت نتحدث عن إصابات أو عدد حالات شفاء أيضا بالآلاف، لكن ما نطمح إليه أننا نصل إلى هذا التوازن ولدينا الأرقام الحد الأدنى. على سبيل المثال، بعض الدول اللي سبقتنا ووصلت لهذه السيد خلاطي، يعني هل طموحنا توازن ما بين عدد الإصابات وعدد الشفاء؟ لماذا لم يكن طموحنا يعني ازدياد عدد حالات الشفاء بدلا من حالات الإصابة؟ بكل تأكيد هذا اللي نطمح له، يعني أن يكون عندنا عدد حالات الإصابات 1000 مثلا ويكون عدد حالات الشفاء 2000 يوميا، إلى أن نصل إلى حالة أنه عندما الحالات الأخرى معظمها تكتسب الشفاء تبقى عندنا حالات الإصابة إذا 1000 أو دون 1000 مقابل حالات شفاء بنفس هذا الرقم. هذا يعني أننا وصلنا إلى توازن مريح تكون فيه المؤسسات الصحية بأريحية كاملة وتستطيع السيطرة الكاملة. طيب، اليوم هناك سيطرة ولكن لا نقول أنها سيطرة كاملة، هناك توازن ولكن توازن قلق، هناك تخوف من موجة الخريف القادمة. الذي نعتمد عليه للوصول في هذه النقطة سيد خلاطي؟ في هذه النقطة يعني هناك لغط حول موجات الفيروس المقبلة. حضرتك ذكرت تحذيرات من موجة ثانية، وهناك من ينتقد يعني هذه التحذيرات بحجة أن الموجة الثانية لن تبدأ إلا بعد انخفاض معدل الإصابات في المنحنى البياني الوبائي وكذلك في الخريف القادم. وضح لنا ذلك برأيك. بكل تأكيد احنا اليوم يعني ببساطة، أول منظمة الصحة العالمية هي التي تحذر من الموجة الثانية. 2، لا أقول في العراق فقط وإنما أنه في بلدان العالم. 3، معروف أنه موجة الخريف تجلب معها يعني مرحلة جديدة، تكاثر فيروسي، إصابات جديدة. هذا الذي نقصده. تبقى من الناحية الوبائية فعلا يعني من الناحية العلمية عندما ننتقل نقول أنها موجة جديدة يجب أن نكون قد تحقق لدينا هبوط في المنحنى الوبائي وبعد ذلك بدأنا مرحلة جديدة. هذا من الناحية العلمية النظرية البحتة، لكن من الناحية العملية أقول أنه فصل الخريف عادة يعني باعتبار أنه التغير في الجو موجود، وثانيا أنه اليوم باعتبار لدينا يعني فيروس موجود، فكل حالة ما لم يجرى عليها الفحص وما لم يثبت بأنها يعني انفلونزا عادية تعتبر كورونا. طيب، خصوصا أنه الأعراض متشابهة. اليوم احنا القضية اللي توصلنا إلى التوازن المريح هو قضية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأنا أعيد وأؤكد على قضية أساسية أنه لم يعد حظر التجوال سواء جزئي أو كلي لم يعد هو الحاسم في الموضوع. الآن اللي يحسم الموضوع هو قضية التزام المواطنين على أن يكون هذا الالتزام طوعي ذاتي وتلقائي وليس التزام إجباري. طيب، في سياق متصل سيد خلاطي، يعني وزير الصحة دكتور حسن التميمي يعني رجح وجود سلالات جديدة لفيروس كورونا يعني ظهرت في بعض البلدان أو هنا أو هناك،
يعني على ماذا اعتمد تصنيف السيد الوزير في تصريحه، وبماذا تختلف هذه السلالات عن فيروس كورونا الآن؟ ما يميز هذا الفيروس هو فعلا عندما يسمى المستجد هو قدرة الفيروس على تغيير جيناته، ويعني تغيير الجينات الوراثية، وهذا يعني سلسلة من الأحماض الأمينية اللي ممكن أنه مجرد تبديل موقعها هو هذا يعني ينتقل إلى شكل آخر من الفيروس. ولذلك الآن يعني قضية إيجاد العلاج المباشر أو قضية تصنيع اللقاح الآن جاي، بالرغم من أنه الكثير من البلدان قد حققت تقدم في هذا المجال، إلا أنه تواجه صعوبات لأنه الفيروس عند القدرة على تغيير جيناته. إن لم يكن هذا الفيروس كما في بعض التقارير العلمية التي تشير بأنه قد تم تهجينه جينيا، ولذلك يعني أخذ هذا المدى الواسع من الانتشار والفتك. أؤكد على قضية أيضا لمستها يعني في الأسبوع الماضي، أنه اليوم بالرغم من وجود تزايد في أعداد الإصابات، إلا أنه شدة الفيروس وحدة الفيروس قد انخفضت بشكل واضح. لمست في مستشفيات البصرة انخفاض في عدد حالات الرقود، بينما أعداد الإصابات باقية ربما بنفس المعدل. طيب، هناك فرق بين حالات الإصابات أو أعداد الإصابات وحالات الرقود، هذا يؤشر بأنه حدة الفيروس قد ضعفت وشدة الفيروس قد ضعفت، وهذا أيضا هو أحد المؤشرات الإيجابية. ثانيا أنه يعني وعي الناس والاكتفاء بالعلاج المنزلي هو أيضا أصبح حقيقة واقعة الآن، يعني قللت بشكل واضح من أعداد حالات الرقود. طيب، في محور آخر سيد خلاطي، ومستقبل العراق في استيراد العقار المناسب لفيروس كورونا، يعني يبدو أن الإمارات تخطو خطوات سريعة باتجاه إنتاج لقاح كورونا الصيني، والعراق يسعى يعني للأسف لتخصيص مالي لشراء هذا اللقاح بدل من هذه الخطوات التي تتجهها دول الخليج. يعني ما هي آخر التطورات بعد اجتماع لجنتكم مع وزير الصحة؟ وفعلا هذا الموضوع كان يعني إحدى فقرات الاستضافة اليوم، يعني قبل هذا الوقت قبل أكثر من شهر تقريبا، في وزارة الصحة هناك لجنة متخصصة من الخبراء تتواصل مع بلدان العالم المتقدمة في هذا المجال، وتواصلت مع روسيا، مع الصين، مع بلدان أخرى. وفي الآونة الأخيرة تم الاتفاق على إرسال وفد من 7 من الخبراء إلى الصين للاطلاع بشكل مباشر على مصانع اللقاح. الحقيقة اللي اليوم احنا اللي عليه أنه العراق باعتباره جزء من هذه المنظومة من البلدان، تم توقيع اتفاقية بأنه في حال تصنيع اللقاح من قبل أي دولة من في العالم، سواء روسيا، الصين، غيرها، وتم الاعتراف بهذا اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية كشرط، وأجازت منظمة الصحة العالمية استخدام هذا اللقاح. العراق سوف يستورد ما مقداره 20% للمواطنين العراقيين من هذا اللقاح، وهذه الاتفاقية تم توقيعها. هذا الأمر أوضحته الوزارة بشكل تفصيلي، يعني هذا لكنه يحتاج أيضا في نفس الوقت أن العراق في هذه الحالة عليه التزامات مالية يجب أن يوفرها، لأنه عندما يتعاقد عليه أن يدفع 20% من مقدار العقد حتى يستطيع أن يستورد الكميات المناسبة يعني للمتفق عليها. طيب، وقد يتبادر إلى الذهن سؤال، لماذا لا يستورد العراق اللقاح في البداية لكل المواطنين العراقيين؟ أولا باعتبار أنه لا تستطيع أي دولة إنتاج هذا العدد الهائل. ثانيا سوف يتم تخصيص هذا اللقاح في حال استيراده للحالات إلى المواطنين أو إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وهم يعني الأعمار فوق 50، الكوادر الطبية، أفراد القوات الأمنية، المصابين بأمراض وكذلك نقص المناعة، أمراض كبار السن أيضا. من بغداد حدثنا بصوت وصورة دكتور حسن خلاطي، عضو خلية الأزمة النيابية. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة عبر رشيد. شكرا جزيلا لك مرة